مما جعل المارونية السياسية تنبش حقد هدفين لم تعد قادرة على التحكم برقاب أكثرهم صدوا جام غضبهم على ضعفاء. تبقى قدرة المقاومة، هذه المقاومة الشريفة العزيزة التي أعزت كل اللبنانيين وأعزت كل العرب وأعزت كل المسلمين. هون هذه البلد يعني. أوف كتير على الكرسي. هنيك 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 فإننا نناشد إخوتنا ضباط وجنود الجيش اللبناني الشقيق ألا يسجلوا في تاريخهم أنهم قبلوا أو أسهموا في تنفيذ رغبات أمريكا بنزع البندقية المقاومة الفلسطينية أو اللبنانية، وندعوهم لأن نكون وإياهم في خندق واحد ضد العدو الصهيوني.